المركز السادس لجمول وخير عبد العزيز المشوح الان ولد ياخذ الصداره من نوفا نجد وبفرق طول الان مع المنعطف الاخير وجلس الابطال في المركز الثالث جارة العز المركز الرابع المنعطف الاخير باتجاه خط النهايه ولد المرشح الاول يحاول الخيال عبد الله الحمد بنوفا نجد من اللحاق بالجواد ولد مع المنعطف الاخير في الشوط السادس على كاس الرئاسه العامه لرعايه الشباب ولد في المركز الاول لاسطبل ابناء الملك عبد الله ابن عبد العزيز متقدم بعده اطوال يزيد الفرق بينه وبين نوفا نجد وما شاء الله لا قوه الا بالله الجواد ولد ابن الفحل لهم لابناء الملك عبد الله ابن عبد العزيز يصل الى خط النهايه معلن فوزه بكاس الرئاسه العامه لرعايه الشباب في الشوط السادس الف مبروك الرئاسة العامة لرعاية الشباب والذي جاء من نصيب الجواد ولد لإسطبل أبناء الملك عبد الله ابن عبد العزيز المدرب جيري سميث والخيال أحمد الشايع ألف مبروك.